صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. نهاركم أسعد الأيام وين ما كنتوا. مباشرة باش نمشي ونشوفوا حالة الطقس لليوم في الميتيو. ميتيو طقس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا بقية مناطق الشمال. الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية من 40-60 كيلومتر في الساعة قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15-30 كيلومتر في الساعة ببقية المناطق، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء السحب الرعدية. البحر اليوم قليل الاضطراب فمضطرب إلى شديد الاضطراب فهائج ليلا بالشمال. الحرارة في استقرار بالشمال والمرتفعات تتراوح القصوى بين 27 و 23 درجة، وفي ارتفاع طفيف ببقية الجهات تتراوح القصوى ما بين 33 و 37 درجة، وتوصل 39 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. هذه في علاقة بالطقس متاعنا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع 4:51 دقيقة، الظهر نصف نهار و9 دقائق، العصر الماضي 3:27 دقيقة، المغرب 5:59 دقيقة، صلاة العشاء مع 7:25 دقيقة، وشروق الشمس كان باش يكون مازالوا دقائق على موعد شروق الشمس. وصح اللي يخلط يتفرج في الشروق من لحظات اللي بالحق تعطيك برشا برشا إحساس مزيان وبرشا سلام. دونك 6:17 دقيقة هو موعد شروق الشمس. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو من الميتيو باش نمشيو للمقترح متاعنا لليوم. تقريبا على امتداد الأسبوع هذية ومن أم الأسبوع الفارط كثر الحديث على الكميات الكبيرة متاع المخدرات اللي دور في تونس في المؤسسات التربوية ومشاكل الإدمان اللي موجودة في المجتمع التونسي. وانا هكا قاعدة نختار في المقترحات متاع الكتب، الحقيقة لقيت كتاب مهم جدا مهم جدا للناس اللي عندهم الإشكال متاع الإدمان. كيف نقول الإدمان؟ نحكي على الدخان، نحكي على الكحول، نحكي على الانترنت، الإدمان على الهاتف، وبرشا برشا عادات سيئة أخرى احنا بيدنا ما نفيقوش برواحنا إن مدمنين عليها. فمهم جدا أنه نفيقوا بالإشارات اللي تخلينا نقولوا لا راهو احنا دخلنا في مرحلة حرجة في حياتنا، مهم جدا أنه نعرفوا كيفاش نتصرفوا. الكتاب اسمه هزيمة الإدمان، وكما قلت لكم الإدمان اللي يعتبر من أكبر التحديات اللي النفسية سورتو اللي تنجم تواجه أي إنسان. الحكاية ما هيش مرتبطة فقط بك الصورة النمطية اللي تعودنا بها كالمواد المخدرة واللي نحكيه عليه الكل، لكن اليوم ولينا نحكيه على سلوكيات مؤذية اللي تنجم في وقت من الأوقات تكون مصدر للعجز في حياتنا والأسفل. ألم في الكتاب هذي الدكتور لانس دودز يقدم رؤية عميقة تنجم تخلينا نفهموا هالمرحلة هذية اللي نوصلوا لها في حياتنا من منظور نفسي، ويوضح أنه كل إنسان يعاني من المشكلة هذية ينجم يرجع يسيطر على حياته من خلال تحليل الدوافع الكامنة وراء السلوك هذية وتعامله معها بطرق صحية وفعالة. في الفصل الأولاني يقول الكاتب أنه فهم الإدمان يكون كآلية للتكيف. يركز الفصل هذي على تفسير الإدمان كوسيلة يتبنيها الأشخاص للتكيف مع الضغوط النفسية والعاطفية. الدكتور دودز يوضح أنه الإدمان موش مجرد ضعف في الإرادة أو عادة سيئة، بل هو محاولة غير صحية للهروب من مشاعر العجز أو الألم. مثال يعطي، يقول لك شخص يخدم في خدمة مرهقة يواجه ضغوطات مستمرة من غير ما يتلقى ريكونيسانس وإلا من غير ما يتلقى هكذا الدعم النفسي اللي يخليه
تشارج دو طون زون طون وينسيف تعب هذاك. يقول لك الشخص هذايا ساعات يلجا مثلا لشرب الكحول كوسيله مؤقته باش يهرب من الواقع الاليم اللي هو متواجد فيه، لكن السلوك هذايا ينجم يتحول مع الوقت الادمان ويولي الطريقه الوحيده اللي يعرفها الشخص هذايا باش يتعامل مع مشاعره السلبيه. فوقت اللي يفهم الدافع اللي خلاه يمشي باش يدمن السلوك هذاك، وقتها نجم نرجعوا للسورس متاع المشكل ونعالجوه. كيف كيف أيضا في الفصل الثاني التحليل النفسي للأسباب الكامنة، يقول الكاتب مهم جدا أنه نفهم الجذور النفسية للإدمان. كما حكينا بكري ساعات إحساس بالعجز، ساعات إحساس بالفشل. يقول لك وقت اللي تبدأ تحدد الأسباب هذه وقتها تنجم تتعامل معها مباشرة، وقتها تنجم تنطلق في رحلة العلاج أو رحلة التشافي. التحكم في الدوافع الإدمانية، وهذه نقطة مهمة جدا، ولكل إنسان ساعات ينطلق في يقول سيبان باش نتخلص من عادات معينة خايبة في حياتي، يمشي فترة يقول لك نعدي الجمعة الأولى الجمعة الثانية ماكسيموم، لكن نلقى روحي ديما نعاود نرجع من الأول وجديد. فلهنا يعطيك بعض التقنيات اللي تنجم تعاونك في التحكم من الرغبة هذه في أنك ترجع للسلوك هذاك السلبي. فتلقاو دي استراتيجي مهمين جدا باش تتنجموا تتجاوزوا المرحلة هذية بطرق صحية. فما فصل أيضا مهم جدا يحكي على العلاقة بين الغضب والإدمان، يقول أنه رؤية جديدة تقول أنه فما رابط كبير بين مشاعر الغضب اللي يحسها أي إنسان والإدمان اللي يسيطر على حياته. فكيف تفهموا النقطة زادة هذية وسيرتو الناس، كيف نقول الغضب مش الشخص اللي ديما يتغشش، فما إنسان اللي متغشش على الدنيا ديما وتلقاه ديما عنده الإحساس بالإحباط ورافض كل حاجة، رافض العائلة اللي توجد فيها، رافض المجتمع اللي توجد فيه، رافض الحالة المادية أو الاجتماعية اللي هو فيها، عايش في الدنيا في حياته في الرفض. والغضب هذا يترجم لهك السلوكيات اليومية اللي نجم يعيشها. فمهم جدا أنه النقطة هذه يحاول يفهمها أي شخص عنده الأشكال مع الإدمان. والفصل الأخير واللي هي التعافي وبناء حياة جديدة، يقول لك أنه التعافي من الإدمان يتطلب بناء حياة جديدة قائمة على فهم الذات، التعامل مع المشاعر بطرق صحية، ويقترح رح دودز تطوير علاقات اجتماعية صحية وأنشطة إيجابية تنجم تكون هي المفتاح للشفاء. ممكن الكتاب تراو فيه برشا حاجات هكا نظرية على مستوى التطبيق، ممكن تكون المسألة صعبة شوية. ففي أوقات كثيرة نحتاج شكون يساعدنا، شكون يدعمنا من أجل أنه نخرج من المرحلة الحرجة في حياتنا. أهم حاجة أنه نقروا اللي أحنا عنا الإشكال هذية، خاطر أغلب المدمنين يقولك لا لا أنا ما عنديش مشكل مع الإدمان، مستعد أني نتخلص من الحاجة هذية في أي لحظة، لكن ديما يقعد يرجع لها. فحاجتنا الأشخاص يكونوا متواجدين في حياتنا من أجل الدعم النفسي ومن أجل أنه نشاركوهم الأحاسيس اللي ممكن يحسوها، مهم جدا. وبيان سور زيدا حضور الأخصائي اللي ينجم زيدا يعاوننا هذية من المراحل المهمة وقت اللي نحكيه على الدرجات ومراحل اختيرة. هذه مقترحة متاعنا لليوم في صباح الخير تونسي. وصلنا ل 46 دقيقة أو 20 دقيقة بلوتو، نكملوا بالموزيكا نرجع لكم بعد شوية، ما تبعدوش.